مش سهل ان لاعب خارج الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبالذات في مركز حراسة المرمى انه ينضم لمنتخب مصر. عامر قدر ينضم 3 مرات ازاي وهو لا يمثل لا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي؟ بص الحمد لله في 2010 كنت ماشي مع انبي بشكل كويس جدا، كان لسه سنه صغير، كنت عندي 22 23 سنه، كنت ماشي بشكل كويس جدا. انضميت مع كابتن حسن شحاته والحمد لله الفتره دي بالنسبه لي برده كانت فتره كويسه جدا، يعني ان انا من انبي 23 سنه ينضم لمنتخب مصر، فده طبعا كان شرف لي ان انا ابقى موجود في الفتره دي. والفتره الاخيره برده اللي 2019 2021 الحمد لله بتوفيق ربنا ان انا كنت ماشي كويس جدا سواء مع الانتاج الحربي او سواء مع سيراميكا. انضميت 3 مرات بس ما ظهرتش مع منتخب مصر، ليه يعني؟ بص هو زي ما انت قلت في الاول كده ان التواجد لوحده وانت مش موجود في اهلي او زمالك ده بالنسبه لك شيء صعب جدا، بس الحمد لله انا قدرت احققه كعامل، قدرت احققه على 3 مرات سواء في انبي او انتاج الحربي او سيراميكا. فتواجدي في الملعب ده كان يعني توفيق من عند ربنا وعدم توفيق من عند ربنا برضو، بس دايما تواجد الحارس الاساسي في منتخب مصر، وده خلينا نتكلم في الفتره اللي قبل كده ان هو دايما ما بيخرجش بره اهلي وزمالك. الفتره دي ممكن يكون خرج بره اهلي وزمالك، حتى لو خرج بره اهلي وزمالك خرج لحد كان موجود برضو في اهلي وزمالك. اذا التقييم الفتره اللي فاتت كان الوان، الفتره اللي فاتت كان الوان، الفتره دي ممكن ما يكونش الوان. اشعر من كلامك ان انت ما زلت متمسك بعودتك مره اخرى لمنتخب مصر. ان شاء الله الفتره اللي جايه ابقى موجود مع نادي وادي فيه بشكل كويس، وان شاء الله ده طبعا طموحي، وبرضو اي حارس برضو يعني خلي ده هدفه وده طموحه ان هو يبقى موجود مع منتخب. المنتخب مش حكر على حد،